Music. الموسيقى. One of my favorite hobbies is music. واحدة من الهوايات المفضلة لدي تكون الموسيقى. It is very nice. I like music very much. هي تكون جميلة جدا. أنا أحب الموسيقى كثيرا جدا. There are many kinds of music like jazz, pop, rock, and traditional. I like jazz music. I play the trumpet in a jazz band. يوجد هناك كثير أنواع. نرجع كده تاني. يوجد هناك أنواع كثيرة من الموسيقى مثل الجاز والبوب والروك والموسيقى التقليدية. أنا أحب موسيقى الجاز. أنا أعزف على البوق في فرقة موسيقية للجاز. When I was seven, I learned to play the piano. I like it too much. When I was ten, I learned the trumpet. I like the sound of the trumpet. عندما أنا كنت 7 سنوات، أنا تعلمت أن أعزف على البيانو. أنا أحبه كثيرا جدا. عندما أنا كنت 10 سنوات، أنا تعلمت البوق. أنا أحب صوت البوق. I don't like pop or rock music. They are very loud. I want to be a musician one day. My favorite musician is Amar Sheree. أنا لا أحب موسيقى الروك أو البوب. هم أو الموسيقتين أو نوعي الموسيقى هم يكونوا عالين جدا في الصوت. أنا أريد أن أكون موسيقار في يوم ما. الموسيقار المفضل لدي يكون عمار الشريف.